يقول أنا موظف حكومي في دائرة حكومية ولدي سيارة من الدائرة. نعم. يقول أنا موظف في الدولة رئيس لدائرة ولدي سيارة من هذه الدائرة أستخدمها لصالح هذه الوظيفة، هل يجوز لي أن أستخدم هذه السيارة بعد الدوام لمصالح الخاصة؟ لا، سيارة العمل هذه تستخدم للعمل ولا تستخدمها لمصالحك الخاصة لأنها لم تجعل لك.